احنا معانا على الهاتف دكتور ايمن غنيم، استاذ بكليه اداره الاعمال بالجامعه الامريكيه. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم، اهلا بسيادتك. اهلا يا فندم. الحقيقه الدوله بتولي اهتمام كبير جدا الفتره الماضيه بموضوع الصناعه الوطنيه وبموضوع زياده القيمه المضافه في الصناعات الوطنيه، وزاد الامر ايضا مع تولي الفريق كامل الوزير هذه الوزاره. فخلينا نلقي الضوء على اهميه الاهتمام بالصناعات الوطنيه وتاثير ده على الاقتصاد المصري. والله فهم، هو زي ما سيادتك تفضلتي وذكرتي ان ثقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في معالي الفريق كامل الوزير وتوليه حقيبه الصناعه بعد النجاح اللي هو حققه في وزاره النقل قبل كده في الهيئه الهندسيه، بيدي اشاره مهمه جدا على اهتمام الدوله المصريه بهذا القطاع الحيوي. ليه؟ لان النهارده احنا بنستورد جزء كبير من اساسيات حياتنا. طبعا احنا بنحاول ان احنا نتوسع زراعيا، هناك مشروع. طيب احنا رجع تاني معانا الدكتور ايمن غنيم الاستاذ بكليه اداره الاعمال بالجامعه الامريكيه. نستكمل مع حضرتك يا فندم. كنا نتحدث عن الصناعه والدوله قد ايه بتولي اهتمام كبير بالصناعه الوطنيه وزياده القيمه المضافه في الصناعه. والله يا فندم احنا كنا بنقول انه يعني توليه معالي الفريق كامل الوزير حقيبة الصناعة بعد النجاح اللي حققه في وزارة النقل في تطوير الشبكة القومية للطرق والكباري والأنفاق، والنجاح اللي حققه قبل كده أيضا في الهيئة الهندسية والإشراف على العملية البنائية الضخمة اللي هي بتجري الآن في أرض مصر، واللي هي من أول تفريع قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة المراحل الأولى اللي فيها والمراحل الأولى في مدينة العالمين الجديدة، كل ده بيجي يعني إشارة على اهتمام الدولة المصرية بقطاع الصناعة. لأنه إحنا بنستورد جزء كبير من أساسيات حياتنا بالذات في الغذاء في المواد الزراعية. طبعا النهاردة مصر بتتوسع زراعيا، عندنا مشروع الدلتا الجديدة يعني مخطط إن شاء الله 2.2 مليون فدان في الصحراء الغربية، عندنا مشروع تنمية شمال سيناء الجديد في 620 ألف فدان، منهم 200 ألف فدان غرب القناة و400 ألف فدان 220 ألف فدان غرب القناة و400 ألف فدان شرق القناة في شمال سيناء. ولكن هذه المشروعات ممكن أن هي تسد جزء من الفجوة الغذائية، جزء من احتياجاتنا التصديرية، لكن هيظل دايما إحنا محتاجين نستورد طبعا جزء من غذائنا وجزء من مستلزمات انتاجنا. هنا بتيجي اهميه الصناعه وبالذات الصناعات التصديريه واهميه الخدمات وبالذات خدمات السياحه، خدمات اللوجستيه، تجاره الترانزيت، كل ما يمكن ان هو يوفر عمله صعبه وبشكل مستدام. لو بنتكلم على الصناعه فالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع لنا هدف الوصول الى 100 مليار دولار تصدير سنويا مع توطين مكونات الصناعه، ودي عمليه مهمه جدا، لانه انا لو هوصل ل 100 مليار دولار تصدير سنويا وانا بستورد مثلا قصادهم 95 مليار، يعني انا بيدخل الدوله صافي 5 مليار دولار، ده كده انا ما عملتش حاجه. على الجانب الاخر فكره توفر الخامات او عدم توفر الخامات دي عمليه مش مهمه خالص، لانه لو بنتكلم على مثلا الموبايل اللي حضرتك ماسكاه ممكن تلاقي ثمنه مثلا في السوق 10,000 جنيه، لكن تكلفه الخامات لوحدها مش اكثر من مثلا 50 او 100 جنيه وممكن اقل حتى. هذه الخامات اتعمل عليها ما لا يقل عن الاف، هي فعلا الاف الخطوات في القيمه المضافه عشان توصل في الاخر الى المنتج النهائي. الفكرة انه النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيعالج مشاكل كرونيك، مشاكل كانت متوطنة في مصر من سنين، من ضمنها انه اغلب الصناعات بتاعتنا للأسف هي صناعات تجميعية، مش بس على فكرة العربيات، لكن حتى لو بنتكلم على الملابس الجاهزة، حتى لو بنتكلم على صناعة الأثاث، نتكلم على الصناعات الإلكترونية، بنتكلم على يعني صناعات كتير جدا كلها صناعات تجميعيه. ليه؟ لان انا بستورد
اللي هو بيسموها منتجات غير تامة الصنع وبجمعها عندي. لو اتكلمنا مثلا على صناعة السيارات فاحنا حاولنا فترة من الفترات ان احنا نوطن اجزاء منها، وفعلا وطننا مثلا الازازة العربية، الفرش الداخلي، الجلود، البطاريات، الاطارات، لكن يظل مثلا المحرك اللي هو اللي فيه التكنولوجيا العالية، اللي هو يعني بيمثل تقريبا اكبر مكون في الكوست او التكلفه بتاعت العربيه مستوره كده. انا ما عملتش حاجه عشان اقدر فعلا ان انا ادخل دخل محترم للبلد، اولا يعمل عمليه التنميه اللي انا محتاجها، يدخل عمله صعبه ويرتقي، حتى يرتقي كمان بالليفل بمستوى العماله ومستوى الفنيين اللي عندي. لازم، وده اللي السيد الرئيس بياكد عليه، لازم توطين المكونات عالية التكنولوجيا في الصناعة. هو ده النهاردة اتجاه الدولة المصرية النهاردة. عشان كده لما تشوفي المستهدفات مثلا في منطقة قناة السويس الاقتصادية، اللي هي طبعا جنب الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، اللي هي المفروض ان هي في المستقبل على فكرة الدول اللي لها باع طويل في الطاقة النظيفة هتحل محل الدول اللي هي محتكره النهارده او يعني متصدره الوقود الاحفوري اللي هو الفحم والبترول. فانما كمان منطقه قناه السويس الاقتصاديه بالتارجت او بتستهدف توطين صناعات زي صناعه السيارات، صناعه القطارات، الصناعات الالكترونيه، صناعه البرمجيات، صناعه المعلوماتيه، صناعات عالية التكنولوجيا. هو ده النهاردة احنا وهو ده المستقبل اللي يعني بنطمح ليه. يمكن ياخد بعض الوقت، لكن في النهاية هو مردوده هيكون شديد القوة بالطبع على مستقبل الصناعة في مصر وعلى الاقتصاد المصري. أنا بشكر حضرتك جدا دكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، على وجود حضرتك معنا.